هي خصائص الخدمات المصرفية؟ الحقيقة هناك عدد من الخصائص اتفق عليها أغلب الكتاب والباحثين. أهم خاصية هي اللاملموسية اللي يسمون intangibility. intangibility طبعا تعني هاي اللاملموسية عدم إمكانية اختبارها أو مشاهدتها أو لمسها أو سماعها قبل أن تتم عملية شرائها، خاصة للزبون أو المستهلك الذي لا يمتلك تجربة سابقة عن الخدمة المقصودة، وتحاول المصارف تسويق خدماتها اعتمادا على مهاراتها في توضيح المزايا التي تقدمها في مجال خدماتها المصرفية. وكما هو معلوم فإن المنتجات المصرفية يعني الخدمات المصرفية مصممة لإشباع احتياجات ورغبات الزبائن، وهي بالأساس غير ملموسة أو غير محسوسة، فهي تختلف عن المنتج الصناعي المادي كونها لا تشهد حجما أو حيزا ماديا معينا، وليس لها طعام أو لون أو رائحة، وبالتالي في الحكم عليها أو تطويرها أو الإعلان عنها أو حتى تقديمها يحتاج إلى معالجة خاصة من وجهة النظر التسويقية، سواء في إبلاغ الزبائن بالرسائل التسويقية أو جذبهم للتعامل مع المصارف بكفاءة أو براعة أو حتى عند استخدام الزبائن لها. وبالتالي فإن أي مصرف يعتمد على تسويق فكرة معينة تأخذ شكل خدمة مصرفية، قد تكون في شكل منح قروض أو تقديم خدمات، فتح حسابات جارية أو ودائع لأجل غيرها من الخدمات المصرفية، وهو في كل ذلك يستخدم الأدوات والوسائل الإعلانية المبتكرة ذات القدرة والدلالة على شرح مزايا وأبعاد خدمة غير ملموسة أو محسوسة ماديا. ولهذا يتطلب من المصارف شرح ما يمكن أن تقدمه الخدمة المصرفية أو المنتج المصرفي من مزايا ومنافع للزبائن، إذ ليس من السهولة دائما يمكن إظهار عرض وإظهار الخدمات المقدمة أثناء استخدامها، لأن الخدمة المصرفية تتميز بكونها، لحظة هاي مهمة جدا أبنائي، أن الخدمة المصرفية تتميز بكونها تباع أولا ثم يقوم المصرف بتقديمها وإتاحتها للزبائن بالتعامل عليها لاحقا، ويقوم الزبائن بالتعامل عليها قلنا لاحقا، ثم يشعرون بعد التعامل بقيمة المنافع ومدى الإشباع الذي تحقق. ولهذا فإن الزبائن يلمسون مزايا الخدمة المصرفية المقدمة بعد أن يتم التعامل معها وليس قبل ذلك. الخاصية الثانية اللي هي التلازم، التي تشير إلى أن الخدمة ترتبط بشكل عام بعملية الاستهلاك المباشر لها، وعليه فهي تنتج وتنتج وتباع للاستهلاك أو الانتفاع فيها. وعموما بأن الخدمات لا تمنح شخصيا أو تخول إلى غير منتجها لأنها متلازمة معه، كما ظهر في إنتاج الخدمات المصرفية. ويترتب على خاصية التلازم يعني عدد من الاعتبارات، منها وجود علاقة مباشرة بين المنظمة الخدمية اللي هو المصرف والزبون، وهي خاصية تشترك بها كافة الخدمات. وإن كان هناك خدمات لا تتطلب بالضرورة حضور الزبون شخصيا إلى المنظمة مثل تسديد فاتورة المياه، إلا أنه بشكل عام ولتلقي الخدمة يتطلب حضور الزبون لتحقيق علاقة بينه وبين مقدم الخدمة مثل عامل الاستقبال في الفندق وأمين الصندوق في المنظمة المصرفية. اعتبار آخر ضرورة مشاركة الزبائن في إنتاج الخدمة. اعتبار آخر من نتائج التلازمية زيادة ولاء المتعاطي لموظف معين دون سواه من خلال إصرار الزبون على طلب الخدمة من شخص معدد أو مجموعة أشخاص دون سواهم، نظرا لقيامهم بأداء الخدمة المتلقيها بمستوى عال من الجودة. كذلك أن الزبون عليه أن يسهم في إنتاج الخدمة أحيانا حتى بدون معرفته، وهذا بالطبع على خلاف في إنتاج السلع المعمرة أو غير المعمرة، فالزبائن لا يعرفون من صنع المنتج. مثال ذلك، ليس كل الزبائن يعرفون مثلا من صنع مساحيق الغسيل أو شفرات الحلاقة ذات الاستهلاك السريع، إلا أنهم يعرفون بالضبط من يخدمهم في المصرف ومن يقوم بمسؤولية تعليم أولادهم في المدارس. الخاصية الثالثة هي الهلاك.